واو، هلا بصير مرة حلوة وتندمون على أي أحد قال لي أنت كشة. أوكي، هذه الحبات اللي صار لها 20 سنة تكبر تكبر معايا، نخبي الشنب. طبطبي، الله يسعدك، طبطبي ودلعي. رطب الشفايف، ايوه، عشان ما نتوهق. يا الله، واو، خلص الميك اب. لسه ما خلص الميك اب، لسه ما خلصت السمكره. هلا بصير حلوه. دقيقه، احط اغاني عشان شو؟ عشان يعني تكون الحياه فيها طرب، الحياة فيها طرب. اللابتوب لازم له شاحن. عندكم حطي السمكرة، انقلي. انا اقول سمكرة، انت لا، هذا جمالي الطبيعي، وانا اصلا انولدت كذا بالايلاينر. اسألي البنات اذا ما صدقتيني. امي لما جابتني بالايلاينر كذا، قالت لي انت اجمل وحدة في الكون. تذكري اللحظات اللي زحطتني فيها. البشرة الجافة ما بكفي. يا نانسي، والله انك طفشتي امنا. اقنعيني ان بشرتك هذه من هذا المنتج اللي صار لي 4 سنوات احطه. معلومة، الله يسعدكم، أقول لكم معلومة وخصوصا للشباب، الله يسعدكم، ترى ما يأخر البنات، مش الميك اب اللي أخر البنات، الميك اب يسووه كده في منت كده يسووه، لكن اللي بيأخرنا احنا كبنات هو ان نحط المسكرة تختفي من حياتنا، نضل ساعتين احنا ندور عليها ندور عليها ندور عليها ما نلاقيها.
دعاء في احد بيغلط تفوا عليه عادي، اغلطوا على امه تصيلته والعشيرة، تغلطوا على اخته، اغلطوا على جيبوا امه من قبرها اذا ميتة جيبوها وتفوا عليها، عشان هالناس ما تجيب الكلام لنفس الامها والعائلتها. الناس اللي تساب تجيب الكلام، تكون امه مسكينة في المطبخ ما دارية بشيء، هو يجي كده يبعبص في التليفون، يبعبص التليفون يجيب المسبة لأهله ويرجع، مسكينة امه مدارية على التيك توك، تقول على التيك توك يقول لك والله ما ندري، نعلى بقولك نفضك. يقول لك إن كان الأب ضارب الطبلي فشيمة أهل البيت الرقص، هذا وسخ، هذا جاي من الكباري، تمام؟ فما في أخلاق نربي، إحنا جايين نربي. Eyeliner خلص خلص يا جماعة. Once rich sultans now budget bound hunting for deals this Ramadan. Wow, what is this, Habib? تعال شوف groceries. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بنزل. شكرا. اعطوني فرصة، ترى والله الحياة فرص. بنا وترتيني لحظة، دقيقة 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 دقيقة.
تقابلت وياها؟ أصلا تقول أشياء غريبة. أدور عرموش. عندي رمش واحد. يا الله آخر الشهر دايما سبحان الله يخلص الرموش، تخلص الحياة، تخلص كل شيء. أوكي مو مشكلة، نحن لا نيأس، نأخذ رمش واحد. هذا الرمش راح نحلله دقيقة، أوريك كيف الإبداع، كيف أنك حتى لو كنت فقيرة ملعونة الجذب لازم تخترع الأشياء العجيبة، مثل المكياج. المكياج أحلى منك خلوة، احترمي نفسك الله يسعدك. وبعدين لا تحكمي علي قبل ما تشوفي الأخير. مكياج والله انتم من كتر ما تابعتوا البردقاني ما صرتوا تتقون في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الناس اللي تحطوا ميك اب. ترى ما تشوفون هذه الاشياء. انا في الاخر تصيرون تخقون علي يا البنات، صرت تقولوا يا جعلني في دواء. ايوه صرت تقولوا لي يا لبيه جميل جميل حلوه حلوه واو موت عليها موت عليها. ايوه انا اعرف انا اعرف خفيفات انتم. وين الله دقيقة دقيقة شكلي بتراجع على هذا الكلام كله. يا الله يا تشوك 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 بروبليم يا دقيقة اعطوني فرصة. زينك زينة يا زقنك زقنا يا زقنك زقنا. دقيقة هذا بهذا الرمش راح نرجعه. ليش تخبي عيوني؟ ليش تخبي حنان؟ ليش غرتي من الايلاينر؟ شوف شوفي كذا. هلا هذه اليمنى، وين اليمنى؟ هذه اليمنى. هاي الطيارة رايحة جاية رايحة جاية، وانا دايما طفشانة. ما قم مرة جات نزلت قالت لي يلا اطلعي ناخذك معانا فرفورة. والله طيارة رايحة جاية رايحة جاية. يا الله يا اوكي شوفوا هلا شوفوا بنات ركزوا معي، ترى هذا مستقبلكم. ايوه 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 مستقبلكم. طويله اوفر اسكتي يا القزمه يا اللي يحطوك في 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 البطل السردين. يا القزمه ما يليق عليك فستان، المصممين يشوفوك ما يشوفوك اصلا. تلبسين العبايه تندم العبايه انها فوق. يا خساره فيك التوب، يا خساره فيك الخياط يندم انه خيط لك اصلا. انت ما تحتاجي خياطه، انت انت ما لازم يسووا لك عبايات انتوا القصيرات، انتوا بس يلفوكم. ايوه طويله اي طويله، نلبس العبايه تجينا كل عبايه باينه، نلبس قفطان يبان قفطان يبان تقسيماته، مو مثلك تجحفلي القفطان والعبايه تجحفليهم تضمصين حياتهم. ايوه نشوفك في المول، ترى تشوفك في المول ترفرفين ترفرفين، وانا اقول ليش المول دايما نظيف، نص العباية بالارض جفجفين. الله العظيم طويلات طول هيبة طول هيبة، نلبس قفطان يبان اميرات نبان بان، مو مثلك يا القصيرة يا القزمة. دقيقة والله العظيم خسارة فيك القماش. أرحب علوش دقيقة. يا الله يا أيوة صافي خلاص شوف شوف يا عمري علوش شوف هادي. لا يا ضحكتوا علي دعيتي علي القزمة دعيتي خربتي أم الرموش. يا عملت لهم كلهم يسار، هذه يمين ولا هذه يمين؟ ايه عملتهم كلهم يمين. يا الله كلهم من القصيره هذه. اوف جحفنتي حتى رموشي. شو اسوي اللي ضاعت اخر رموشك صارت عندي؟ حسد حسدتني حسدتني. دقيقة
كيف أسوي هذه طويلة مرة ما أقدر يعني أوكي راح أسوي هذا نو يا الله يا والله العظيم أنا ما سامحك تعد علي القصيرة قزمة قلت عليك يا رب تنقصر رموشك دقيقة أيوة كذا يا الله ضاع ضاع ضاعت الفكرة ضاع الحياة كله منك قزمة شكرا عني يا صافية والناس بوعودة وافية يشبهك قلبي كأنك قلبي مخلوق وعيوني لا شافتك ما تنام الليل فكرني هلا هذا الرموش راح اعطيها وجه اصلا انا اللي ما يمشي معايا السيده بكبه مثل الكلب
حيوانة بدها تكسر ذراعي. فكرتني أنا بدونها ولا شيء. أنت اللي بدوني ولا شيء. لو مو أنا كنت عفنتي في السفورة يا كلبة. بس أنا اللي سويت لك قيمة واشتريتك. حق علي أنا مو حق عليك كلبة. ما رح أسوي. فكرتني يعني بدونها رح أموت. فشرتي بنص جبهتك. دقيق. أسد قسم بالله لا أخليك قطوة 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 أو طوبة. كلها ضدي، رموش ضدي، شعري ضدي، الحياة ضدي. يا الله بدي أكشخ مثل البنات أصير كيوت. أوكي أنا ما راح أتعصب عشان أنا إنسانة عم بسوي حالياً هالأيام يوغا، فأنا ما بدي أتعصب لأنه ما في شيء في الحياة يسوى إنك تتعصبين. شو يعني؟ شو يعني رموشك طاحت؟ شو يعني إنك قرعتي؟ شو يعني إنك طفرتي؟ شو يعني إني أنتي ما عندك حظ في الحياة؟ عادي. هلا ضبطت هذه تمام؟ هلا ننتقل لهذه أوكي؟ وبهدوء عادي ما تعصبون بنات. الحياة يعني الحياة ترى ما تسوى. أيوة الحياة ما تسوى، الناس ما تسوى، أنت ما تسوي. لا غلط. إيه كل شيء ما يسوى، ترى الدنيا ما تسوى شيء. والله العظيم ترى إحنا دبانة. شو دبانة؟ دبانة أكبر منا. أيوة أيوة أنت تخيلتي شو يوم من الأيام إذا طلعتي بس في الطيارة كيف يبانوا لك الناس؟ ما يبانون. عمرك كنت مسافرة في الطيارة بان لك شخص؟ ما يبانون. مثل الجراثيم جرتومات. وسبحان الله بس تنزلي تحت يصير يبين نفسه هو الفرعون كده متكبر شايف نفسه. بس تطلعي فوق الطيارة تشوفي الناس ما يبانون. لازم لك منظار. ما يبانون. أيوة أيوة دائما بس إن أحد يتكبر عليك تذكري أوكي، أو روحي خدي تذكرة، خدي جواز سفرك وسافري أوكي تمام، وطلعي فوق الطيارة أوكي، واتصلي عليه كذا، اتصلي عليه ألو فلان وينك ما أشوفك من تحت. لا حسيتك كبير، كنت أشوفك كبير لما كنت تحت بس الحين ما أشوفك. شاور كذا، لا ما شفتك، يلا انقلع كذا. أيوة أيوة حبيبتي ولا شيء. طلعين في الطيارة ما في شيء بقى. فوق ما في شبكة. شفتي؟ لا في طيارات فيهم شبكة. انت بس لانك رحت طيارات مطفرة. دقيقة. إذا ما قدرت تطلع في الطيارة عادي تمسك الكرة الأرضية تشوفها في الكمبيوتر تمام، وتصور له تقول له جلست أدور عليك ما شفتك. يعني تقول لي أنا الكون وينك ما لقيتك. عادي يعني مو ضروري تخسر قريشاتك. فين هو الايلاينر؟ فين الايلاينر؟ ناي ايش في هذا الهدوء؟ قسم بالله ما راح ادفع لكم، والله العظيم ما راح تشوفوا مني قرش. عاد اليوتيوب يصير يسوي لك الحركه عشان انت تشتري عشان والله خليكم اوريكم. ما اربحكم شيء. لا يعندوني ما معي انا الحلقات. تحط علينا
كمان اكتئابك هذا. تختارين تطبخين عشان ناقصين احنا قرف، ناقصين مرارة تفقع. انت تختارين. ما بدي اختار شيء. يا الليل مثل المتشردة. دقيقة دقيقة، نصلي
واضح الموضوع. يمدينا يمدينا. وين السبونج بوب؟ وين السبونج بوب؟ Once rich sultans, now budget bound. Hunting for deals this Ramadan. Honey, are you buying the food processor? I'm subscribed. Wow. What is that? That's where we get early access. عادي عادي عادي. إذا القش إذا الفرشة انحرفت قصي رجولها. Let's constantly remind the Harder family to get their hearts checked regularly. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. منخار سيف. أنا اللي غنى علي منخار سيف ولا لا مو سيف. نكتب على نفسنا. دزيتهم.